يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال بعض الخطباء في تفسير قول الله سبحانه ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، قال إن المقصود بذلك ما يكون من تصرفات بعض المسلمين من الشدة وعدم الالتزام بالدين وما شابه ذلك، فهل هذا صحيح، وأن الإنسان قد يكون سببا في ضلال الناس وفتنتهم؟ لا أدري عن هذا، ما أدري. اللي يغلب على ظني أن المراد أن الله لا يسلط الكفار على المسلمين حتى يفتتن الكفار ويزيد شرهم وكفرهم فيكونون فتنة، يفتن الله الكفار بزيادة الكفر والتسلط على المسلمين، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. نعم. ولعله يوضح هذه الآية، الآية الأخرى من سورة يونس، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. دعوات التي دعا بها موسى وقومه عليه الصلاة والسلام. نعم.